الشرايح بتاعة الجزر، تمام. هاجي طب عايزاها كمان اقل من كده، خلاص هاجي برضو هلاقي عامل زي الورق الرقيق قوي، تمام. يبقى انا هنا بقدر اتحكم في سمك الحاجه سواء كبيره او صغيره. طيب بس كده؟ لا، هاجي على الخيار. طبعا لو انا عايزاه شرايح مدوره انا هاجي هقطعه كده، هشتغل بيه كده، بس دي عشان رفيعه فانا هشتغل بيها بالعرض. لكن لو هي كان الحجم بتاعها او القطر بتاعها اكبر من كده مش هشتغلها كده، تمام. طيب هاجي هنا برضو دي شرايح الخيار، طيب بس خيار. طيب هاجي مثلا لحاجة زي الكوم بالألوان، خلاص هاجي هنا مثلا عايز اعمل كولوسلو مثلا، خلاص هاجي فدي كده اول شهر.